2017 هو العام الذي تجمع به الشباب من جميع أنحاء العالم لحضور منتدى شباب العالم لأول مرة، منصة بناها شباب واعد لإرسال رسالة سلام وازدهار ووئام وتقدم إلى العالم بأسره. منتدى شباب العالم تم عقده لأول مرة في مدينة شرم الشيخ، والتي تعرف بعاصمة شباب العالم ومدينة السلام، وهو الوصف المناسب للمدينة التي احتضنت العديد والعديد من مؤتمرات السلام الدولية. بدأ كل شيء في المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الرابعة في عام 2017، عندما قامت اللجنة المنظمة للمؤتمرات الوطنية للشباب والمنبثقة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بدعوة عقول لامعة ذات رؤية مشتركة من جميع أنحاء العالم لحضور منتدى شباب العالم في نسخته الأولى، والذي عقد في وقت لاحق من ذلك العام في مدينة شرم الشيخ، وأقره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن هنا من أرض السلام وأمامكم أعلن انطلاق أعمال منتدى شباب العالم. ومن التنظيم المتميز إلى معدل المشاركة الهائل، نجح المنتدى في خلق تجربة مثرية لا تنسى للشباب من جميع أنحاء العالم، كما مهد الطريق للمنتديات اللاحقة للحصول على الدعم المستمر من فخامة الرئيس على مدار 4 نسخ من منتدى شباب العالم منذ عام 2017 وحتى 2021. وعلى الرغم من تطور المنتدى كل عام من حيث المحتوى والتكنولوجيا المستخدمة والزيادة الملحوظة في معدل المشاركة، إلا أنه لا يزال وفياً لأهدافه التأسيسية والركائز الثلاث التي بني عليها، وهي السلام والإبداع والتنمية. وعلى مر الأعوام منح المنتدى الفرصة للشباب للتواصل مع صانعي السياسات وحضور حلقات النقاش وورش العمل مع الخبراء والقادة من مختلف الصناعات، والسماح لهم بتبادل الآراء وتقديم المقترحات إلى صناع القرار. علاوة على ذلك، يمنح المنتدى الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسهم بطرق مبتكرة من خلال المبادرات التالية: مسرح الشباب العالمي لإتاحة الفرصة للشباب الموهوبين لعرض مواهبهم والتواصل مع العالم من خلال الفن، World Youth Forum Labs with a Startup Vein لإتاحة الفرصة للشركات الناشئة ورواد الأعمال الناجحين للتحدث عن تجاربهم لتشجيع الآخرين، بالإضافة إلى مناقشة الحلول المبتكرة لبعض التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة والمؤسسون الشباب. وقد اتخذ المنتدى على عاتقه دعم الأفكار ذات الإمكانات الواعدة وتبني الشركات الناشئة المشاركة لتسريع وتيرة نموها وصقل مهارات مؤسسيها. نماذج المحاكاة لتوفير فرصة قيمة وتفاعلية وتعليمية للمشاركين للحصول على فهم أعمق لعملية النقاش الدولي. وقد أقام المنتدى نموذج محاكاة الأمم المتحدة ونموذج محاكاة قمة النموذج العربي الإفريقي ونموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط ونموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. Inspired، الحدث الذي يتيح للشباب فرصة المشاركة والاستماع إلى قصص ملهمة من حول العالم لإلهام الآخرين وتشجيعهم. Don't change yourself. Change the game. Free Dome، وهي المساحة التعليمية والترفيهية للتعبير والابتكار عن طريق التكنولوجيا. وفي عام 2018 احتفلنا بالركائز 7 للهوية المصرية والتاريخ الثري وراء ثقافتنا اليوم.
I am very pleased to address you today at the opening of the World Youth Forum in this beautiful Sharm el-Sheikh. Let me congratulate Your Excellency President Sisi for your efforts in creating such a platform for young people from Egypt and the world to come together to discuss solutions to the most pressing issues of our time. وفي النصب التذكاري لإحياء الإنسانية قام 120 فنانا من مختلف أنحاء العالم بنحت تفسيرهم لقلب الإنسان في منحوتات صغيرة تقف اليوم كرمز للحب واللطف والوحدة. تقف هناك كتذكير بأنه مع تغير العالم ستبقى بعض الأشياء كما هي إلى الأبد، مثل قيمنا ورؤيتنا لعالم أفضل. ومن ثم في عام 2019 أكدنا أنه على الرغم من اختلافنا وتبايننا فإننا نشترك جميعاً في إنسانيتنا حيث تلتقي الحضارات. I am looking forward to our panel discussion today and sharing my views on the relationship between robots and humans. رغم اختلافنا عن بعض كبشر إلا أنه ربنا حقيقي جمعنا على حاجة جوه كل واحد فينا، حاجة اسمها الإنسانية. وحتى في أحلك الأوقات أثبت شباب العالم أنه لا يزال بإمكاننا الاتحاد والعمل معاً للتغلب على أي تحديات. الموضوع الذي كان جوهر النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم معاً مرة أخرى. التاريخ بيقول إننا ما بنتعلمش. That is right, young man. Life is an opportunity. فما تبدأه اليوم ترى طرح ثماره في الغد. بكرة بيبدأ من النهار. Tomorrow starts now. Because now we are back together. وقد نجح منتدى شباب العالم في تمكين الشباب المصري وفي إحداث تأثير محلي وإقليمي وعالمي. وقد خرج بعدد كبير من التوصيات والقرارات التي تحولت إلى مبادرات ومشروعات، مثل مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية للاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإعلان عام 2022 عام المجتمع المدني، والذي كان بداية انطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو أكبر تحالف للمجتمع المدني في مصر يهدف لتوفير الرعاية الاجتماعية. كما تعتبر الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب أحد أهم مكتسبات المنتدى، والتي تحولت في غضون بضعة أعوام إلى ركيزة أساسية لتدريب كوادر مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى المتدربين من الدول العربية والإفريقية. بإجمالي عدد متدربين وصل إلى 32,000، وذلك من خلال أكثر من 185 برنامجاً تدريبياً مختلفاً لأكثر من 60 جنسية عربية وإفريقية. كما لعب المنتدى دوراً إقليمياً لتمكين الشباب العربي والإفريقي في ملتقى الشباب العربي الإفريقي الذي عقد في أسوان، بالإضافة إلى البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة المقدم من الأكاديمية الوطنية للتدريب. وفي ديسمبر 2021 تم اعتماد الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب من مجلس اعتماد التدريب والتعليم المستمر أسد. أما عالمياً فقد تواصل منتدى شباب العالم مع الشباب على مستوى العالم من خلال جولاته في هايدلبرغ بألمانيا وسول بكوريا الجنوبية، كما نجح في الحصول على اعتراف دولي من العديد من المنظمات الدولية كاعتراف مجلس حقوق الإنسان الدولي في نسخته 41 بمنتدى شباب العالم كمنتدى دولي يناقش القضايا العالمية من منظور الشباب. وأشاد كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في نسخته 59 ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط بالمساهمات القيمة التي قدمها منتدى شباب العالم. ومنذ بدايته في شرم الشيخ استمر فريق منتدى شباب العالم بكوادره الشابة في تنمية خبراته واكتساب المعرفة اللازمة لتنظيم الأحداث الضخمة، حتى عاد مجدداً إلى شرم الشيخ عام 2022. ولكن في حدث هو الأضخم عالمياً، حدث ضم أكثر من 190 دولة
والمئات من المنظمات الدولية، عاد فريق منتدى شباب العالم إلى شرم الشيخ ليأخذ دوراً محورياً في إدارة وتنظيم الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في شرم الشيخ كوب 27، والذي شهدت الوفود المشاركة به باحترافية التنظيم والاهتمام الملحوظ بالجوهر والمظهر في كل تفاصيل المؤتمر. ومع التغيرات العالمية وتزايد ضبابية المشهد، سيظل منتدى شباب العالم هو الوجهة الآمنة التي تستضيف شباب العالم وتجمعهم لمواجهة التحديات، لاستعادة شغفهم بالتعلم، إيمانهم بالإبداع، سعياً لتحقيق أحلامهم بنظام عالمي أكثر عدالة يتجاوز الصراعات ويحقق الخير والأمل للإنسانية. ومن هنا، من أرض السلام والمحبة، أرض سيناء الغالية، أتوجه ومعي شباب العالم برسالات الحب والتآخي إلى كل العالم، وأؤكد أنني وشباب مصر قد عقدنا العزم والإرادة على أن نبذل كل جهد من أجل رخاء البشرية. ودعونا نردد معا شباب مصر والعالم، تحيا مصر. دايماً جمعانا وتملي معانا، هنا أرض سلام قدامنا طريق في مشيد، وإحنا الإيد في الإيد جوانا قرار كل نهار نبدأ حلم جديد.